24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. صراحة انك اجواء جميلة. الدوري النسخة السادسة ديال تنظيم جمعية حسنونة للمعالج الادمان والمخدرات التبارك كما تابع الجميع، يعني تابعنا الدوري منذ الانطلاق ديالو اللي عرف مشاركة 12 فريقا واللي سدى الستار ديالو بفريقين، كل النهائي اللي كانت تجمعت بين فريق اصدقاء طنجة وقدماء اتحاد طنجة البالية، بالمناسبة الفوز عدل الفريق قدام يعني اصدقاء طنجة. يعني كانت صراحة منذ انطلاق الدوري الى نهايته كان حلة جميلة، تبارة 12 فريق، كان يعني صلة الرحم، كانت اشياء كثيرة. احنا مساعدي مخدرات، هذا الدور هذا كيف كنستافدوا منه، كان تجربة، كناخذوا واحد التجربة مزيونة وهادي، كتكون الاجواء مضخمة احسن من اللي كان شحال هادي. كنا واحد الفئه فينا كتعرف مخدرات وكذا، زاد دابا الحمد لله فهمت كيشربوا الدواء وكذا، والجمعيه كنستافدوا منا بحال هيدا، التاثير مضخم فهمتي، كيفتح لنا الشعيه بزاف ديال الحاجات، الكوره والرياضه كيديونا بزاف ديال الحاجات، ماشي الكوره كنستافدوا منه مزيان. الدوري دابا رجع يعني عاده عند الجمعيات حسنونه، يعني اللي كتنظم هذا الدوري من واحد الفئه اللي كتلعب واحد الدور كبير في المجتمع ديالنا، يعني هذه الفئه هذه خصنا ننقدوها وخصنا نعاونوهم، يعني كل واحد من الجهه ديالو ان شاء الله باش حتى هما يرجعوا للحياه الطبيعيه ديالهم. وكاين عندنا امثله بزاف، كنت كنشوفهم حيت يعني تقريبا هاد الدوري كنشوف كينظموا تقريبا شي 3 ولا 4 ديال السنوات اللي كنحضروا، يعني كل مره كنجبروا واحد الفئه اللي شغل نقولوا توفرت يعني الشفاء. اذا الدوره هذا شرفنا اليوم على نهايه ديال الدوره السادسه الدوري جمعيه حسنونه مسانده مساعده المخدرات بشراكه مع جمعيه اتحاد طنجة البالية. هذا الدوري هو الهدف ديالو هو المرافعه على الفئه ديال مساعده المخدرات اللي هما في طور العلاج على اعتبار انه مواطني كامل المواطنه. فرحانين يوم اننا وصلنا للدوره السادسه، وفرحانين ان هذه الدوره شاركوا فيها 12 فريق وكانت المنافسه. اذا هذا الاختسام اللي فاز به فريق اصدقاء حسنونه هو كنفرحوا لاننا قدرنا نوصلوا، لان ماشي جمعيه متخصصه في الرياضه ولكن قدرنا اننا نوصلوا الصوت ديال مساعده المخدرات باقي الفئات المجتمع. كمكتب واعضاء مجلس مقاطعه مغوغه لا فرحين ومسرورين بالدعم ديالنا لهذا الدوري هذه اللي كيهتم بواحد الفئه اللي كتحتاج التفاته في المجتمع، اللي هي الفئات اللي المتعطل يعني اللي كيتعالجوا من تعاطي المخدرات. كنشكروا الجمعيه حسنونه اللي نظمت هذه الدوري هذه، وكنشكروا جميع الاخوان والمؤسسات اللي دعمت الدوري، وكنشكرهم على الروح الرياضيه ديالهم اللي امتاز بها هذا الدوري هذا. شكرا حكيم.